صار أهضم شيء. هاليلويا. نرفع كلمة قبل ما نبلش. نشكرك لأجل هالفترة المباركة يا رب يلي أعطيتنا حتى نسمع صوتك، إن كان من خلال هالشهادة كيف بتغير الإنسان بلحظة، تجعله خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الليلة كمان بدنا نسمع صوتك من الكلمة من الإنجيل يا رب، يلي الدينونة رح تكون على الإنجيل، حساب البشرية على الإنجيل، لأنك أقمت يوم فيه مزمع أن تدين المسكونة بالعدل من خلال الإنجيل بشخص ربنا يسوع المسيح. بارك الكلمة وبارك عبدك، سيج بدمك حول هيدا المكان حماية على الجميع، على كل فكر يا رب، نصلي حماية على كل ذهن يا رب، حتى تكون كلمتك واضحة ومبسطة وتوصل بحسب الحاجة لكل شخص موجود، وأنا واحد منهم يا رب. بقول لك محتاجين كلمة منك، كلمة منك بتغنينا، بتشددنا، بتشجعنا، بترفعنا وبتقوينا، لأن كلامك روح وحياة، لك كل المجد في المسيح إلى الأبد. آمين آمين. بنفتح رسالة كولوسي، كولوسي 3، رح نقرأ من 2 و3. رسالة بولس لأهل كولوسي. فتحنا، الله يفتح بوشكم. 2 و3. من آية 13. كولوسي 2:13. والحقوني. اوكي يلا منبلش. من بعد رسالة فيلبي، واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم، احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، اذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة المستقبلية، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة الجائزة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس، التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. فإن كنتم قد متتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق
لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. لذلك فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكذب، الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذب بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. آمين. قراءة طويلة، مش معودين احنا هالقد قراءة، بس ضروري ضروري ضروري. الآية 13، إذ كنتم أموات في الخطايا. نعرف نحن الخطية جابت الموت على البشرية، يعني الله صار بينظر للإنسان الخاطي ميت، عم يتحرك، عم يأكل، عم يشرب، عم بيروح على المدرسة، عم بيتعلم، عم يكبر، عم ينمى، عم يتجوز، عم يفتح بيت، صار عنده ولاد، بلش يهتم فيهم، ميت. اخذ شهادات عالية، بيشتغل شغل رائع، بيطلع معاش غير شكل اخر الشهر، شو بدكن؟ بيروح على الكنيسة، بيصلي، بيعمل واجباته، بالاعياد بيروح بعيد، ميت. كنتم أموات في الخطايا. الخطية تميتك، أجرة الخطية موت. هون بولس عم يحكي لأشخاص كانوا يعني اختبروا نوعين من الحياة، حياة ما قبل المسيح وحياة ما بعد المسيح. حياة بالخطية وحياة التحرر من الخطية. يعني أشخاص عايشوا مرتين، أرضيا عم بحكي عايشوا مرتين، لأنه الحياة اللي كانوا عايشينها قبل كانوا مقطوعين عن الله، اللي هو الحياة. سؤال يسوع عن ذاته، أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني إذا أنت منك في المسيح ما عندك حياة. ويسوع بيقلنا بيوحنا 10، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة. طب ليه ما جيت تقولهم أنا أتيت لتكون لهم ديانة؟ مذهب، طائفة، بيلحقوك دغري. نحن الشعب اللبناني قالوا طائفة دغري، كتير متعصب للطائفة، كل واحد بشدة طائفته. يسوع ما قال هالكلام، مع أنه كان في شيء اسمه الدين اليهودي، لكن الله رتب الدين اليهودي العبرانيين مش ليكون في دين يهودي يعبي العالم ويصيروا كل العالم يهود. لا، الله حاول يستخدم هيدا الشعب حتى يتقدسوا ويعيشوا بلا خطية ويكونوا بركة للشعوب، لأن منهم رح يجي من نسلهم حسب الجسد مخلص البشرية يسوع. ونحط الناموس بالفرايد لحتى يطبقوها
وينفذوها. لكن الله كان عارف ما حدا بيقدر يطبقها 100%، لأنه الكتاب بيقول من أخطأ بواحدة قال صار مجرما في الكل. يعني إذا بس بدنا نحكي بالوصايا العشرة يلي هن الخطوط العريضة، إذا قدرت نفذت ما رح تعملها، بس إذا حتى بتقول أنا منفذها مش منفذها، صدقني منك منفذها بتاتا. أنت مفكر حالك بالحرف، الله إله البعد، إله الأعماق. قال من عرف فكر الرب، من كان له مشيرا، ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. أنت فيك تشير عليه شو يعمل؟ ما فيك. فالرب لما حط الناموس تيفرج البشرية ما فيكن ترجعوا للمستوى اللي أنا فيه واللي كان بيكن آدم فيه. لما كان آدم ما كان في وصايا، كان في وصية. كان في وصية، شو هي؟ ما تاكل من هالشجرة بس، والأرض لإلك والجنة إلك، وإنت إله الأرض كلها، كلها ملكك، اعمل اللي بدك إياه، بس شجرة المعرفة الخير والشر يلي بوسط الجنة ما تاكل منها. وكان حد هالشجرة في شجرة تانية اسمها شجرة الحياة، كان إله حق يأكل منها. هيدي بتعطي حياة وهيدي بتسبب الممات. ومنعرف إنه إبليس ضحك على أمنا حواء، وأمنا حواء ضحكت على جوزة آدم، وأكلنا الضرب كلنا سوا، وراحت البشرية صيح بإنسان دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت. يعني الله عارفين لما خلق آدم ما كان مخطط يموت، الله أزلي أبدي خلق آدم تيكون معه أبدي أبدي، تيكون هو بيشارك أبدي للأبد. إذا نحن البشر ما منحب نخترع شيء أو نعمل شيء ويخلص، منحب يضل، منحب يدوم يضاين. ونحن بتعرفوا خاصة اللبنانية كتير منركز على الأشياء الأصلية. يعني مثلا قطع للسيارة نبقى عم نفتش أيها القطعة الأصلية اللي بتضاين، يا خي بتحقق دوبل، بس بعرف حالي ما راح اتحقق 4 مرات بعدين، صح؟ ستوب سيارة، ستوب بس إزازة. إذا رحت جبتها تايوانية مع أنه أحلى جنس واطي والتايواني أحلى من الصيني، بتعرف بعد فترة بدها تبوخ، بتطلع بسيارتك الضوء الأصلي بعده على لونه، واللي ركبته تقليد بايخ. هذا شيء بسيط، صح؟ وإذا بدنا نفوت بهالموضوع ما بنخلص، نفتح صف ميكانيكا هلا. فكم بالحري نفتش على الحياة الأصلية الحقيقية. نحن استبدلنا الحياة الأصلية اللي الله خلقنا لأجلها بحياة مزيفة تقليدية، بدلناها بلا تذق ولا تجس ولا تمس ولا 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 ولا، وبتعمل ايه وبتعمل ايه؟ لاحظتوا بالقراءة الكولوسي، لاحظتوا؟ قال لا يحكم عليكم أحد شو بأكل وشرب ولبس وعيد وهلال وسبت. ايه يعني صار الإنسان عايش تحت ضغوطات، هاي ما تعملها وهاي ما تعملها وهاي ما تعملها، يعني بالآخر خليني انتحر واخلص. كان ما الإنسان ما عنده فرح، ما عنده نبع فرع من داخله، ما في حياة، لأنه الكتاب بيقولنا أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ما بده يسمع، شو بده يسمع؟ نقك ليست السوبر ماركت، بدي 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 بدي، يعني مصلحش انت. فالله ما عم بيحط على عينك تقلك يا حرفيا، بس هيدا الواقع اللي عم بيصير. الله بده اياك انت، الله ما بيهمه شو في حواليك،
ما بيهمه شو في بجايبتك، ما بيهمه شو معك وشو عليك، بيهمه أنت. آدم لما سقط عشو فتش ربنا؟ أكلت من الشجرة نقصت فواكة نقصت حبة. ليه نقصت حبة؟ كان لازم تكون كاملة. الله سألين إذا نقصت حبة ولا لا، إن شاء الله بتهر بأرضه. قال له آدم، آدم أين أنت؟ فتش على آدم، مين بهمه؟ اللي على صورته ومثاله، على ابنه، على ابنه. ما هو صنعه بدقة وتفاني وبراعة تيكون على شبهه. قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. انتم ملاحظين هلأ نحن مارقين تقريبا بموضة سيارات عم بيحاولوا يعطوها شكل أوجه معينة. قديما كانوا يشبهوها بالناس، تطلع بالسيارة من زمان قديما بتحس انه عم بيشربوا قد ما بيقدروا يشبهوها لوجه الإنسان مثلا، او أوجه بعض الحيوانات، او اذا كانوا مهضومين يعني، حسب كل شركة بيبقى عندها منهج معين. لاحظوا هلأ وحوش، بتطلع بالسيارة وحش صح، تحس انه ما بقى فيها الصورة الحلوة، الانسان عم يخرب. الله لما خلق الانسان ما غير فيه، خلقه بيشبهه، صنعه بيشبهه، وانتبه ما صنعه وتحكم فيه، خلقه حر. مين بيعملها؟ نحن البشر ما بنعملها، ما بنعملها. حتى اللي هلا عم بيعملوا روبوتات تمشي وتروح، عندهم القدرة يوقفوها إذا بدهم. وإذا عملوا روبوت اخترعوه ما بيقدروا يتحكموا فيه بكونوا مجانين، بكونوا مجانين صح. الله ما عمل هيك، الله خلقنا أحرار. وإلا قبل ما حواء تمد إيده على الشجرة كان ضربها على إيده. جدي شو عم تعملي هون؟ رجعي لورا، ما في بالزاوية. ما عملها، ليه خلقهم أحرار؟ من هيك الله له حق يحسبنا لأنه خلقنا أحرار، ما تحكم فينا. لكن الإنسان بدل ما يركض للرب يرجع، مع أنه الرب اللي ركض وراه أولا، استبدل حياته بالحياة الحقيقية بفرايض، بأنظمة، بطقوس، بممارسات محدودة بتزيد التقل عليه. كتار منا بتعرفوا تعبوا، تعبوا من ما تعمل هاي وما تعمل هاي وعمول هايدي، وبهالعيد بتعمل هايدي، وهالطريقة بتصليها هيك، وهالطريقة بتصليها هيك. هالجمعة الرب عرفني على شخص، تفاجأت عن جد، تفاجأت. مش طايق هالأمور كلها. اجى الخميس لعنا على البيت، وشخص تاني اللي معنا بالبيت بيعرفه، لما عرف عن يسوع شو بده منا، وبعد ما عرف كل شيء، ها كأنه لقى المي اللي عم بيفتش عليها من سنين. شو بيقول لي؟ بيقول لي ما أنا كرهت الماضي اللي كنت عايش فيه، صلي هيك وعمول هيك وشيل هيك وحط هيك، انه تقل ما بده. صار هربين من هالأمور لأن حسسها تقل، تقل وشعور بالذنب إذا هي ما عملتها وهيدا قصرت فيها. مين قال لك الله هيك؟ أي بي صالح بيقبل يحط تقل على ولاده إذا ما صليت هالقد يا ويلك؟ طب أصلا مين قال لك الله طلب منك تصلي صلوات وتعيدها وتعيدها وتعيدها؟ مين قال لك؟ قرأ الإنجيل بتعرف ليش عم تندار، ليش الناس بدها تديرك. يسوع قالنا تضلون ليه؟ قال إذا تعرفون الكتب، كتب المقدسة، ولا قوة الله لورا كلمته. بدك تعرف الكلمة مش يضحكوا عليك، ربوني هيك وأهلي هيك وجدي هيك وستي هيك.
الله ما له علاقة بالبشر، له علاقة بكلمته. أنا وراء كلمتي يقول الرب، أنا وراء كلمتي. السماء والأرض تزولان وكلامه لن يزول. هو بقول كلامي لن يزول. ما بقى تنجر ما تاكل. قال فلا يحكم عليكم. هيدي أحكام صارت، هاي بتكلها هاي ما بتكلها. ليه فكرك إذا اهتميت بجسدك الصائت يلي صار بالخطية ماشي بالدم فيه من البطن سميت عاصيا؟ من بطن أمك عاصي، طب طلعت عاصي وعم بتزيد عصيان. إذا أكلت هاي وما أكلت هاي، وشربت هاي وما شربت هاي، يعني طبيعتك العاصي تغيرت؟ أبدا. تعرف شو؟ عم بتزيد عصيانك. خليني أقول لك، حتى إذا فكرك تكين وتكون شخص متدين وتصلي كتير وتروح على دور العبادة كتير، خليني أقول لك، إذا ما عندك علاقة مع إله الحياة، أنت عم تعمل كل هالشي بالموت، ضمن دائرة الموت. تعرف شو يعني؟ ما أنت مفصول عن الله. شو ما عملت الله خيرش حياتك، وأنت عم تتحرك وبتبرم وبتدور، والرب عم بيقول لك ميت. أنت يا ابني، أنت اسمع صوتي تقيمك من قبرك. دير دينتك لصوتي. طول ما أنت بهالدائرة شو عم تعملك؟ والشعب القديم، الشعب اليهودي 40 سنة حول الجبل، 40 سنة حول الجبل، 40 سنة. شو قال لهم الرب الآخر؟ دوختوني، دوختوني 40 سنة. كان بده أرض الموعد 11 يوم، مين بيصدق 11 يوم؟ ثلث شهر يعني تقريبا 11 يوم بيوصل على أرض الموعد يلي عنقود العنب فيها قد 10، قد 10 زلم عم بحكي. ما دام كانوا حامين عنقود العنب على جذع شجرة عنقود. فأنت شو ما عملت، أنت ما جيت بعد دائرة الحياة اللي هي يسوع. ونحن بنعرف ليش يسوع. أولا لأنه بلا خطية، هو رب الحياة، هو اللي ولا مرة استغفر الله الآب، ولا مرة قال له سامحني غلطت بحقك، ولا مرة، ولا مرة قال له إيه دي فاتت علي، كيف ما رأيت علي. تعرف شو بيقول يسوع؟ بيقول قال أنا في كل حين، في كل حين، في كل حين أفعل ما يرضيه. مين منا بيقولها؟ مين منا بيقولها؟ ولما اليهود اتحدوا قالوا تعالوا تقلكم، مين منكم بيقول لي على خطيه واحدة انا ارتكبتها؟ واحد منكم يبكتني على خطيه، حطولي على عيني بس عملتها. لما كانوا يحاولوا يوقعوه يوقعوا هني، يعملوا له فخ تيعلقوه، يا مع الرومان يكمشوه، يا المجمع اليهودي يكمشوه تيحكموا عليه بالموت. كان يطلع مثل شعرة من العجينة، لأنه هني كيهود كان ممنوع يكونوا تحت سلطان وثنيين. الشعب الروماني وثني، وثني ممنوع، بيتنجسوا، بيتنجسوا. فشو كانوا يعملوا؟ فخ دخلك. طيب انت بتحب الكل، طب نحن كيهود شعب الله المختار. وكان الله عم بيطلع علينا وعم يبكي، يسوع كان عم يبكي علينا، عميان ولابسين تياب، حتى الناس يقولوا له سيدي سيدي سيدنا اهلا سيدنا، اعطيني ايدك تبوسة. قال الجزية الضريبة اللي عم ندفعها نحن، هل يجوز انه ندفعها للغرب الوثنية؟ كانوا بدون يوقعوا بفخان. إذا قال لهم لا بيشتكوا عليه للرومان، هيدا شخص متمرد إرهابي ضد الحكم الروماني هون، هيدا ضد قيصر، لقطوه.
دائما نحن نتوقع يا لا. واذا قال لهم ايه تعطوني هون، فاذا انت متآمر ضد شعب الله ان انت منك من الله، انت شخص خاين، وبحسب شريعة موسى انت يجب ان تقتل. فهني متوقعين يجاوبون يا ايه يا لا. شو كان جوابه؟ الاله الحكيم وحده، هيك الكتاب بيقول. امثال 8 بيقول انا الحكمة اسكن الذكاء. قالوا فرجوني العملة يا اذكياء، هاتوا العملة تبعيتكم اللي عم تحكوا عنها فرجوا اياها. قالوا ان علي صورة مين دخلكم هي؟ قال ايسر. اعطوا تابوت ايسر. لا ايسر، واللي بخص الله اعطوه لالله. تعرفوا خرسوا صورة ايسر على العملة، ما هيك؟ لا ايسر. طب هي لاله، رجعوا له اياها اعطوه اياها، ما هي اصلا لاله. واللي الله بده اياه منكم اعملوه. شو كان بده الله؟ ارجعوا الي، توبوا وارجعوا الي فارجع اليكم. هذا اللي بده اياه. مثل ما فتش على ادم وفتش على حواء مخبيين ورا الشجر ومسترين بورق التين، تكمل لورق ورق التين بعقوس. ورق التين بعقوس، معكم الخبر؟ ومش بس بعقوس، الحليب اللي بيطلع من التين أسيد، أسيد بيشيله تواليل منه. يعني انت تعرف الإنسان لما سقط صار غبي، غبي. فكر يعمل خياط آدم، بلش يخيط ثياب من تين. طب وقدي هذا الورق رح يضاين برأيكم؟ قدي رح يضاين الجمعة؟ ما بتضاين، رح يبسوا يهره. شو عمله؟ صوروا يعني كل 3-4 أيام 5 رجعوا خيطه. بعدين بيطلع ربنا ما فيه ولا شجرة تين على ورق. حل؟ منو حل؟ منو حل؟ من هيك الله كان مرتب خروف، مرتب خروف عن آدم وحواء إمنا وعن نسل كله. كل نسل إلهم خلاص بهالخروف. بالبداية ذبح خروف من الجنة ولبسهم جلده. تصور هالخروف قد ايه كان كبير تيلبسهم جلده تيناتهم، كان ضخم. يعني انا هلا عم شوف الخواريف اللي بيناتنا صعاليك صغار، يعني كان حرزان تيلبس ادم وحواء، كان حرزان الخروف. لو قد ما كانت بدها، فتصوروا كان هالخروف هو بدل ما ينسفك دمهن، هني يسفك دمه. وكانت الله وصيته ما تاكلوا منا، لانه لما بتاكلوا موتا تموتا. وانا ما بدي ذوق الموت، بس الانسان من حشريته ايه راح اكل، بدي اشوف شو بيصير شو بيصير. ولما اكل منا بلش يحس بامور ما كان يحسها، ويشعر باشياء ما كان يشعرها، وامور تنكشف له. ومنها ضروريه مثل ما بقول المثل، الحشريه قتلت البسينه. انا عندي بسينه وبعرف قد ايه حشريه. احيانا بفتش عليها بتطلع من الخزينه ومش عارفين، عم نفتح الخزينه بدها غرض بتفز حشريه. بدها تعرف هون شو فيه وهون شو فيه وهون شو فيه. شافت الغساله بتصير تلحق الغساله. والانسان هيك بيبقى حشري على اشياء ما بتنفعه. طول ما انت في الموت يا خيي شو ما عملت ما رح تنتفع. يسوع بيقول لك تعال عندي، تعال عندي، انا هو الباب، ان دخل باحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الله محضر لك طبيعه جديده. الخروف اللي انذبح عن ادم وحواء ما غير طبيعتهم، بس سمحهم. أنا سفكت دمه عنكم كرمال هالخطية. لكن يسوع اللي انذبح عنا الخروف الحقيقي إجا فيعطينا قلب جديد وطبيعة جديدة. يعني نحن بعهد أفضل. العهد القديم كانوا يذبحوا عن خطاياهم ذبايح، لكن بعضهم خطاط
ممارسات وطقوس ولباس وفرائد وأعياد، بس بعده الخطاط. يعني الإنسان كان بجهده بده يخلص، لكن لاحظ كيف تجي ليسوع. مثل ما قلت بالبداية، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يعني يسوع مأمن لك قلب جديد يلي هو رمز للروح القدس. قال إني سأسكن فيهم وأعطيهم قلبا من لحم. رب بده يعطيك قلب من لحم. انتبه، مش بده إياك تعيش حياة دينية متدينة من برا لبرا، هلا هلا ومن جوا يعلم الله. بده إياك تصير جوهرة حقيقية من جوا ومن برا. أنت فهمني؟ وإلا شو ما عملت؟ شو ما عملت؟ ليك في ناس برسالة كولوسي قال كان يعبدوا الملائكة. ليه؟ بركي بخلصونا هون من السماء على أساس. خليني أقول لك، أي كائن بتعتبره أنت من السماء بيقبل أنك تعبده وتصلي له منه من السماء. تبي؟ ما في كائن سماوي حقيقي بيقبل أنك تعبده أو تصلي له أو تسجده، ممنوع، ما بيقبله، ما بيقبله. حتى لو بك تعتبره قديس، خليني أقول لك، ما في قديس بيقبل مجد الله، أنه يسلب مجد الله، ما بيقبل. ما صارت مع يوحنا؟ صارت مع يوحنا تلميذ المسيح بالرؤية، بالرؤية سجد لواحد من الأشخاص اللي بالسماء عم بيفرجوا شو بده يصير. جن، جن، كانت ردة فعله عنيفة عليه. قال له قم. انتهروا ليوحنا. أنا بقول يوحنا صار معه صدمة. ليش قم؟ قد ما فرجي أمور انصدم. قال له اسجد لله. قال له أنا واحد مع عبيدك، مع عبيد الله القديسين، أنا واحد منهم، أنا ما بقبل عبادة، العبادة للرب تصور ما قبلها، ما قبلها. رح لك أكتر من هيك لو أخذت شوية وقت، معلش. مرقس 9، ده مرقس 9 على السريع. لما يسوع طلع جبل التجلي وأخذ معه تلاميذه، تتذكروا؟ قام بطرس مثل العادة عم بينصح الرب، دائما كان يحب يكون المستشار تبع الرب، هو بيحب يشير عليه يفهمه شو لازم يعمل. ايده اليمين شو قال له؟ قال له يا يسوع يا سيدي جيد أن نكون هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، لأن النبي موسى والنبي إيليا ظهروا من السماء مع يسوع على جبل التجلي. قالوا كانوا بإنجيل ثاني بيقول عم بيحكوا عن خروجه من أورشليم، عم بيحكوا عن فدائه اللي نفسه، عن موته وعن البشرية كلها، يعني عم بيحكوا بقضية الصليب والخلاص. شو عمل بطرس بدون ما يعرف؟ ساوى المسيح بالأنبياء، بموسى وبإيليا، مثلك مثل موسى مثل إيليا، منعملكم 3 خيام بتكيفوا، قاعدة غير شكل هون، 3 خيام، الشمس ما بتضربكم، ما في شيء بأثر عليكم، 3 خيام، مين احتاج؟ ليش بقولك؟ قال لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به، قد ما كان يحكي ويترشي، تأثير المجد خليه يحكي كلمات ما عم بيعرف شو عم يحكي. مش عم يعرف شو عم يحكي، عم بيترشي. قال إذ كانوا مرتعبين وكانت سحابة تظللهم وإجا صوت الآب. شو عم بتكتر حكي أنت؟ مثله مثل موسى مثل إيليا. شو قال له؟ هذا هو ابني الحبيب، هذا هو ابني الحبيب. بغير إنجيل بقول الذي به سررت. موسى جرسني وإيليا جرسني، اثنيناتهم فشلوني بأمور، لكن هيدا هاليلويا صورة مجد بهاء الله ورسم جوهره.
وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هيدا هو، هيدا هو بهاء مجد الله. عم بتشبه لي إيه بموسى وبإيليا؟ ما بتزبط. لو كانوا أنبياء عظماء، لكن كان عندهم ضعفات وخطايا. له اسمعوا، لا تدير دينتك للوصايا بالعهد القديم، ولا تدير دينتك للمعجزات والأمور الخارقة اللي عم بتصير، مع أنه لا هي غلط ولا هي غلط، بس هو اللي ما راح يخلصوك. ليك اللي بيسعى وراء التدين مثل أيام موسى وصلوات، راح يلاقي حاله شخص صار ما بينطق. صدقني مرة خبركم في واحد بعرفه بيصلي كثير، بس نرفوز قده ما فيه، نرفوز سماوي ما بيتحاكى، مع أنه بضل المسحة بإيده مش عم بمسح كثير كثير. وإذا بدك شخص تركض وراء المعجزات وعجايب وا وا وا، رح تتعب ورح تبهت بعد فترة. خليني أقول لك، كل هول الأمور الخارجية رح يجي وقت تموت قيمتها، لكن لما بيصير المسيح فيك رجاء المجد وساكن فيك، رح يقيمك من موتك اللي أنت فيه، ورح يجعل لك مكان معه بالسماء. قال أجلسنا معه في السماويات. شفت شو بدك؟ بدك يصير لك مقام بالسماء، ولما بتتجدد رح تعرف انه لك مقام بالسماء معه، اسمك مكتوب بسفر الحياة. ما رح يجي شخص اقولك الله قبلني ولا لا، يا عمي ميول عو ابيض ولا اسود، لا يا حبيبي. يسوع بيقول انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. شو يعني؟ يعني ما بيعيش على البقبيشة بالظلمة، نين الطريق، نين المنفذ، نين المخرج، لا. قال بل يكون له نور الحياة، نور، ورح تصير انت نور. الله نور ورح يجعلك نور. ناس رح تفتش عليك وتسأل عنك، دخيلك صليلي، عملي، زورني، طل علينا، في عندي حدا بده صلاة، تعال عندي كذا. طب ليه؟ عم بيشوفوا فيك يسوع، مش عمول انت كامل ولا انا كامل، هو كامل الاوصاف، لكن هو عم بيشكلنا، عم بيشتغل علينا. هو الفخاري الاعظم يلي عم بيشكلنا اناء بحسب قلبه، مثل ما بقول الكتاب. قال في بيت الله آنية كثيرة، في آنية للكرامة، وفي آنية للمجد، وفي آنية للهوان، وفي آنية جميلة، وفي آنية رخيصة، وفي آنية قبيحة، وفي آنية تمينة، في أواني. أنت أي آنية بتحب تكون؟ قل له أيها الفخاري أنا كالطين بين يديك يا رب، شكلني بحسب قلبك. أنا بدي أعرف أنه صار إلي مقام معك في السماويات. وبتعرف شو يعني إذا أنت في السماويات؟ يسوع قال بعد هلا ما طلبتوا شيء باسمي، اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. لما تلاقي الرب عم يستجيب صلواتك اللي حسب قلبه، انتبه، قلت لك بالبدايه ما تعملها ليست سوبر ماركت بدي 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 بدي، كله لحياتك الارضيه. يسوع قال رح زد لك اياها، انا عارفك بالجسد وبدك رح زيدها، لكن اولا اطلب ملكوتي على قلبك وعلى عيلتك وعلى محيطك اللي انت فيه. اطلبوا ملكوت الله اولا. انت شو عم تطلب اولا؟ حياتك الارضية؟ شو عرفك انك ممكن تعيش من هون لطلعتك لبرا؟ تعرف هالجمعة اجاني خبر ثلاث اشخاص ماتوا، واليوم واحدة منهم مرت خالي، تفاجأنا بعلمي ما بها شي. هلا هي ارملة، خالي مات قبلها، اجاني خبر ماتت مرت خيالك، وكلهم بيقولوا الموت ما كانت لها، كان عندها أختها مريضة أكتر منها، عندها أختها معها من جميع المصايب، أمراض وإشكالات وبالدم اشتراكات، ما مخلي شيء، متطلعت الموت لها. واثنين كمان اللي سمعت عنه بنص الجمعة نفس الشيء خبروني الناس، ما كانوا ناس متوقعين يموتوا. واحد عمره شيء 48 47 سنة، واللي قبله بثلاثينات،
شيء غريب. الموت ما بيعرف كبير وصغير، ما بيعرف. دخل الموت إلى العالم، دخل الموت ما حدا بيهرب. حابب الليلة تحسمها ولا بدك تضل عايش بيأكل وبيشرب وبيلبس وبروح وبعمل واجبات وكذا؟ مش عم بعمل أنا ولو ما كلهم عم بعملهم. الله ما بده كلهم، الله بده قلبك. الله بديك تكون عروسته الروحية، هو عريس الكنيسة، وبده اياك تصير عضو بجسده بهالكنيسة. تبي عضو لك حياة، والعضو لما بيلتحم بجسد الكنيسة يعني صار في حياة. صور صوت يسوع قوم لعازر من الموت. صوتك حرك ايد الموت، قلت لعازر اخرج قام. قال حتى ان كان الموت له صوت، صوتك يدي القلب امان. ليلي صوته عم بيقول لك انا الحياة، بدك ياني؟ انا بحبك، بدك ياني؟ انا بريدك، بس انت بدك ياني؟ ربي خيرك الليلي، ما بيجبرك، بينصحك تجي لعنده. ايه مشتاق تجي لعنده، ايه بس انت بدك. حابب يكون لك مقام ومركز معه، تصير من ولاده المخلصين المغسلين بدمه، اسمك مكتوب بسفر الحياة. وقال بالأشخاص يلي مش مكتوب اسمه بسفر الحياة، قال مكتوب بأسفار الأعمال تبعيتهم. قال كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني. وين حابب تكون الليلة؟ يا ريت نغمض عيوننا ونرفع قلوبنا. انت عارف حالك وين رايح بعد الموت؟ عارف شيء اذا اسمك في سفر الحياة او سفر الاموات؟ هذا بيرجع لإلك انت، عليك تقرر. ورب لك وضعت امامك طريقين، طريق الحياة طريق الموت، طريق البركة وطريق اللعنة. نصيحتي لك بيقول لك فاختر الحياة، اختر البركة لكي تحيا، لأني لا أسر بموت الشرير يقول الرب، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. بقيني أنا مني شرير هالقد حبيبي، يمكن، بس نحن خلقنا خطاط، مش ضروري أنا أكون عامل السبعة وذمتها أمام قداسته وكماله. نحن منخلق خطاط وراثيا قبل ما نخطي، نحن خطاط. مثل ما بقول دائما الطفل ما حدا بيعلمه يعمل خطايا، بيعملها بدون ما حدا يعلمه، بيكسب، بيسرق، بيضرب، بيغار، بيغش، بيحتال. ليه؟ طبيعته ساقطة، طبيعتنا خاطئة ساقطة. إجا يرفعنا من هالسقوط فيجعلنا قال من أشراف أشراف شعبي. حابب يكون إلك الشرف بملك الملوك ورب الأرباب. قل له يا يسوع سامحني، غسلني بدمك، نقيني من كل خطية يا رب. أنا بدي أكون ابنك. تعبت من الضياع، تعبت من حياة الخطية، تعبت من حياة الفراغ، تعبت من حياة الوهم، كل الدنيا أوهام. أنا بدي أعيش الحقيقة معك وفيك يا رب. أنا بدي أعرفك، أنا بدي أعرفك يا رب. أنا بدي اسمي ينكتب بسفرك، كون أنا من ولادك المخلصين المفديين. يا أحبة، يسوع صار جاي، صدقوني ما بقى نستهين. رح أقول بمخافة، من 3 سنين يسوع فرجاني الاختطاف وافتكرته إجا بوقته. من 3 سنين الجمعة الماضية فرجاني الاختطاف بغير طريقة، تاني مرة كأنا عم بيقلي هالقد أنا صرت قريب، جاي أخذ كنيستي على السحاب، والناس منا جاهزة، منا تايبة، مش حابين يتركوا خطاياهم يلي رح تكبهم بنار الجحيم، يلي عاطي السلطة لإبليس عليهم. أنا بدي أخذهم معي على السحاب. إذا ما لبسوا الطوب الأبيض من هلأ، طوب الخلاص
وتغسلوا بدمي، ما قلوا النصيب معي. قل له يا رب أنا ليلي بتكون معك. يعني انت هتفرجيني ربي خلال 3 سنين مرتين، يعني قريب جدا جدا. ما عم بعطي تاريخ، حدا يفهمني غلط، بس قريب كتير قريب. والعلامات بالعالم عم بتبرهن يوم عن يوم عم بيكون التأكيد انه قرب مجيئه. وخليني اقول لك، ما في علامات للاختطاف، ما تتزاكى، ما حدا بيعرف الساعة قال ولا الوقت. يقول يسوع قال بيكونوا اثنين بالتخت نايمين ما معهم خبر. نعم. توقع تطلع تلاقي جوزها مش موجود. سندي وينك يا سندي؟ راح سندك. اثنين بالحقل، يؤخذ الواحد يترك الآخر. قال اثنين على السطح عم بيتشمسوا مبسوطين عم بيعملوا صفحية، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يعني في أماكن رح يكون فيها ليل نايمين، وفي أماكن على كوكب الأرض رح يكون نهار والناس عم تشتغل. رح يجي الاختطاف وياخذ المختارين يلي ساكنون الروح القدس. حابب تكون من هالأشخاص؟ قل له يا رب أنا بدي أكون منهم، أنا بدي أتغير، بدي أكون خليقة جديدة. حدا بده يرفع إيده تنصلي له، حدا على قلبه يا رب أنا بدي أتغير، أنا بدي أكون من أولادك. إذا عم تعنيها من كل قلبك يا ريت تقربوا لقدام. بتمنى عليكم نصلي لكم، بشجعك قرب لقدام. قل له يا رب أنا بدي إياك، أنا بدي إياك. هيدي خطوة إيمان أنا عم بعنيها، مش عم كتر حكي أنا بدي بس مستغني. لا، الله ما عنده عايز ومستغني. بدك قرب لقدام، عم تعنيها قرب لقدام. خلي الشياطين يشوفوك انك انت تاركهم الليلة، خلي يشوفوك انك انت صرت عدوهم الليلة، خلي ابليس يعرف انه خسرك وما اله يد فيك ولا ظفر فيك. هيك علينا، مش انا قاعد انا بدي ماشي الحال. لا لا، يسوع لما مات على الصليب ما كان عم يمثل، قال جعلت وجهي كالصوان وعرفت اني لا اخسر. هيدا يسوعنا، قال جعل وجهه كالصوان، شرق النار هو رايح على الصليب، وقدي حاولوا يمنعوه حتى اللص على الصليب. طب نزال، اذا انت المسيح خلص حرك وخلصنا. عم بيشجع الشيطان حتى شو يفركش الخلاص، ما خلى لا الالام ولا العذاب يرجعوه لورا. قل له يا رب الليلي املك على قلبي، املك على حياتي، غسلني بدمك. ما بدي خطاياي تسود علي وتكبني في الجحيم، بدي روحك القدوس يسكن فيي. بديك تغسلني بدمك، بدي اسمي ينكتب بسفر الحياة. ويسوع مستعجل أكتر منك ومستعد أكتر منك، بس يكون استعدادك حقيقي. الله شايف قلبك وسامع قلبك قبل شفافك. ليلة اللي طلبت يسوع دموعي سبقوا صلاتي، دموعي سبقوا صوتي. ما لقيت حالي إلا فرط قدام تختي مثل الطفل، انفجرت بالبكي وبلشت قل له اللي بقلبي، وسمع واستجاب وخلقني من جديد، قمت إنسان تاني. حابب الليلة قل له أنا إلك، أنا إلك يا رب. مش طالع من هون قل له إلا خليقة جديدة. ما بدي أرجع لحياة الماضي، ما بدي أرجع لحياة العبودية، ما بدي أرجع لحياة التدين، لا تأكل لا تشرب لا تلبس لا 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 لا. أنا بدي اختبر الحياة، أنا بدي رب الحياة يسكن فيي ويغيرني خليقة جديدة 180 درجة. 180 درجة كان أحد في المسيح، هو خليقة جديدة، هو خليقة جديدة. ليلى قدر يجعلك خليقة جديدة في وقته، أسرع به في وقته، أسرع به. شكرا يا رب، توقيتك ما بيتأخر، لكن أعطينا نعمة الصبر والانتظار، واثقين بأمانتك وصلاحك وقدرتك يا رب، لأنك الإله القدير وحدك، الإله القدير إيل شداي، كلي القدرة، كلي القدرة يا رب.
لا يعثر عليك أمر، لا يعثر عليك أمر. ما في جبل بيقف قدامك ولا وادي بعرق المسيرك يا رب. تطوي السماوات كسفر. هاليلويا هاليلويا هاليلو. تدعو الكواكب بأسماء بأسماء. هاليلويا. واحد لا يفقد منا، واحد يا رب، حبيبي يا رب. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الإله القديم ملجأ ملجأ، والأذرع الأبدية من تحتنا. لك المجد لك المجد يا رب. هاليلويا 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 هاليلويا. اطلبوا ما فوق لا ما على الأرض، حيث المسيح ساكن وجالس. هاليلويا هاليلويا. لك كل المجد يا رب كل المجد. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. يا ريت يا احبه هيك بنقف، اذا بتعملوا معروف قادرين يقفوا ونرفع ايدينا نشكر يا رب على كلمته.